عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سيداتي يعني نساتي سادتي، الله أنا بحييكم من معرض أوتوميكانيكا في مدينة دبي. المعرض هذا حاجة بسيطة، معرض السيارات، معروف انه معرض السيارات للجماعه اللي بدهم يشتروا سيارات، لكن معرض اوتوميكانيكا بي تو بي، بزنس تو بزنس، يعني من شركات لشركات. فخلينا نشرحها بطريقه معينه كده، زي الواحد لما يشتري سياره كانه عريس واخذ العروسه معاه، وبعدين فبيبتدوا يروحوا يقضوا المقاضي حقتهم كعائله. هنا المقاضي حقت العائله بس من مصنع لمصنع كشركات سيارات، مش المستهلكين. الجماعة اللي مهتمين في عالم السيارات، في الميكانيكا، في بعض القطع، في التعديل وشيء بسيطة، بيجوا هنا. لكنه هنا بيزنس، شركات بتبيع قطع غير لشركات تانية اللي بتستخدمها في عملية التصنيع، كراتشات، جيربوكسات، محركات، عواميد كبدان إلى آخره. طبعا مصانعين من حول العالم كله. أنا أخذكم زيارة سريعة اليوم نفرجكم على الموجود. الله حي. Could you please pass by our booth? طبعا كالمعتاد هنا معرض شركة أوتو بيرفورمانس حقت منتجات إيزي. شرحنا لكم كذا مرة على التحدي، على حماية المحرك من الداخل، وعلى بعض قطع أشياء التلميع اللي عندهم، وعلى عزل الموية أو المطر أو السيول من دخول المحرك في الكهرباء. فهذا يعني شرحنا لكم فيديوهات قبل كده، فبس حابب نسلم عليكم اليوم ومبروك عليكم تواجدكم هنا. الله يكرمك ابو احمد، الله يكرمك. انا ابو احمد وهذا اخوي وحبيبي احمد، يعني شوفوا الاسماء كيف مع بعض. حبيبي الله يحييك، يا اهلا وسهلا، جلتنا البركه. الله يكرمك. عندنا هنا حقون الكاليبرات، الفرامل، اشوف الله يسلمكم، الكاليبرات حقت الفرامل الرياضيه، الروترز، الهوبات الرياضيه. كان كل ما اقول لكم دائما مخرمه، تجي مخرمه بالعرض وفيها جروس، هذه كلمه واحده لاي واحد ركب على سياره لما تجي على مقاس السياره، بتخفض الحراره 40% وبتقصر الفرمله 20%. المساعدات الرياضية، جماعة الرابتر والبر والتجارب العنيفة. الجماعة اللي عندها مونيتات حابين يركبوا القطع في الحوض. هذه شركة اسمها سمارت. هنا الله يسلمكم محل حق قطع غيار، اتكلمت معاهم الجماعة، ودول بيوفروا قطع غيار البودي للسيارات الكورية واليابانية والامريكية، نفس قطع الغيار الاصلية او نفس الطموح حق الاصلية، اكثر من 25 سنة في البزنس. والسعر قلت له كم السعر حيكون اقل؟ قال لي ديك لغاية تقريبا حوالي 25% سعر اقل. افتكر واحد من الشباب جنني على مسكين عنده تويوتا الجيب الشاصر المربع، فكان بيقول لي قطع غيار غالية، فانا احط لكم ارقامهم وممكن تتواصلوا مع الجماعه اللي يبغى قطع غيار بودي، لمبات، مراوح، راديترات، عندهم قطع غيار دي كلها.
تعال نسلمكم المعرض ما شاء الله مليان اشياء، قطع غيار حق التريلات، حق معدات عسكريه، كلاتشات، جير بوكسات، كل شيء. فما انا بدي اغطي ما حكمل ولا اربع ساعات، بس انا حبيت اجيب لكم بعض النتف الصغيره الحلوه اللي ممكن كشخص عادي يستفيد منها. اما بي تو بي، بزنس تو بزنس، شركه لشركه، ما حتفيدكم ولا حيبيعوا لكم ما لم تكونوا شركه مختصه عشان تساعد تعاملوا معكم فيها. لكن في بعض الامور خفيفه في النص، اللي حابب يطلع يجي المعارض يشوفها وممكن يلاقي بعض الاشياء اللي تفيده هنا وهنا. ختاما شكرا لكم، وشكرا لمحمد على التصوير، وشكرا لكم كريم، كل عام وانتم بخير.